الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها المباركون، نتدارس في هذا اللقاء المبارك قول الله جل وعلا: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. بداية نقول إن المخلوقات العقلاء ثلاثة: الملائكة والجن والإنس. وسنتحدث إن شاء الله تعالى هنا عن الجان. والجان مخلوقون قبل الإنس، ولهذا قدمهم الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكننا نلحظ في سياقات القرآن إذا كان الحديث عن القوة يقدم الجن، وإذا كان الحديث عن البيان يقدم الإنس. فمثلا في قول الله جل وعلا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبدأ بالجن لأنهم أعظم قوة. وقال ربنا جل وعلا عن نبيه سليمان: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فقدم الجن لأنهم أعظم قوة من الإنس. لما ذكر الله جل وعلا البيان قدم الإنس. قال الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ظاهر القرآن على أن الجان أبوهم إبليس، ولهذا قال الله جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فأثبت الله جل وعلا أن لإبليس ذرية، يعني أخبر ربنا أن لإبليس ذرية. إذن الجان يتناكحون يتناسلون، مثلهم مثل الإنس. الجن مكلفون مثلهم مثل الإنس. وفي القرآن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفي القرآن: يا معشر الجن والإنس. وفي القرآن: ولقد ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون. والعرب تقول إن الأصل في أسمائهم أنه جني، فإذا كان يسكن البيوت يقال له من ذوات الأرواح. فإذا كان هذا الجان تمرد يقولون له عفريت، ولهم أسماء غير ذلك. وقد جعل الله جل وعلا للجن أنهم يرون بني آدم، ولم يجعل لبني آدم أنهم يرون الجن. قال بعض العلماء: يوم القيامة إذا دخل المؤمنون من الجن الجنة، الإنس يرونهم وهم لا يرون الجن. لكن في إثبات هذا نظر، ودون إثباته خرط القتاد، وإن قال به بعض الأخيار. ومسألة دخول الجن مؤمني الجن إلى الجنة، قال بعض العلماء إنهم لا يدخلون الجنة، إنما يرحمون بأن لا يعذبون. وقال بعضهم إنهم يسكنون في بحبوحة الجنة، يعني في أطرافها. وبعض العلماء قال مثلهم مثل الإنس، وهذا هو الصواب. وقد دل عليه آيات كثيرة، منها عموم إطلاق وعد الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ويدخل في هذا المؤمن من الإنس والمؤمن من الجن. وقول الله جل وعلا لما ذكر نعيم أهل الجنة قال: حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فهذا من القرائن والدلائل على أن الجن المؤمن منهم يمتع بالنعيم في الجنة كما يمتع به الإنس. هؤلاء الجن ذكر الله جل وعلا عنهم طائفة التقوا بنبينا صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه القرآن. ورغم أن الجان مخلوقون من نار كما دل عليه قول ربنا، في حين أن بني آدم خلقوا من طين، وهذا يورث في الجن القسوة، إلا أنهم لما سمعوا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم خضعوا وقنتوا واستكانوا. قال الله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. وسميت سورة في القرآن باسمهم. قال الله جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. مما يدل على أدبهم موقفان في القرآن. الموقف الأول قول الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكروا الشر نسبوه إلى ما لم يسمى فاعله، ولما ذكروا الخير نسبوه إلى الله.
قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكروا الرشد ذكروا اسم ربهم، وهذا من كمال الأدب مع الله، ودل عليه أن الله جل وعلا قال في القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، إلى أن قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقد قال نبينا عليه السلام إنه تلا هذه الآيات على الجن فكانوا يقولون لا نكذب بأي من آلاء ربنا، وهذا من دليل أدبهم. ما نريد أن نستله نقتبسه في هذه الدقائق، أن نرزق الأدب مع الله تبارك وتعالى. وقد قال بعض العلماء إن الأدب مع الله هو الدين كله. رزقني الله وإياكم الأدب معه، ويسر الله لي ولكم الهدى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.